يا رسول الله صلى الله على بايت خوني ما جاء بايت خوني ما جاء يا شال بحر ما جاء محمد لي سلام على رسول الله لقد كير وحكي سلام على رسول سلام على محمد سلام سلام تخاف أجل خليه رفني سلام سلام رفني بر ينجوني يرجع قريب رفو بر رفو خسالة هو مرحبا اللهم علينا بسرور في جميع المرضين وقم بلا بأس ولا تعب وصلى الله على نبينا سيدنا محمد سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله يا عزيز يا كريم يا الله يا عزيز يا كريم يا الله الله مرضى يا الله يا الله صلى الله عليه وسلم سلام على رسول الله السلام عليكم على إذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مقربا صلى الله عليه مرحبا مرحبا صلى الله عليه ليل خير على صلى الله عليه ليل خير صلى الله عليه لبيكم يا لبيكم لبيكم يا لبيكم ولي بعد صوت السلام عليكم مرايو برقو ازوكو انت اي والله حلبو تمام ايوه الزينوت اي تمام والله هاي استغفر الله السلام عليكم يا شفيع البرية في خدين حيث يلهو والدنا ولد يا عزيما جاه خذ بيدي يا رسول الله قوم وودي فلكم قوم تبدين العواد كل يوم وليالي صل يا ربي على محمد صل يا ربي على محمد بارك يا ربي على محمد كل يوم وليالي من لمدنا قلبه في حسرتين من ذنوب قد خطت في كسر من ليت شيري هل له من توبة يا رسول الله هل من نذرة تصلح القلب سريعا وجسد كل يوم وليالي صل يا ربي على محمد صل يا ربي على محمد بارك يا ربي على محمد كل يوم وليالي لا إله إلا الله نبي الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد شفيع خلق الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا إله إلا الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا إله إلا الله محمد شفيع خلق الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من العابدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأنا اللجوء للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أحد الصمد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منه شيئا وإذا فعلت ذلك فكن بنا ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم There is 5 neighborhood, there is 5 gates right in Harar. In each neighborhood there is 1 Nabi Garz. So the people of that social group now they assemble there, as you have seen us up to midnight or up to some hour after the recitation we talk. This is the important. You know what we talk? How are you? How are the children? How are the family? How is the neighborhood? So these people, all the problems and things that they have in their neighborhood and in their everywhere, they tell it here. And usually the people who are here in Nabi Garz, those people who takes care of that, they listen. This is the main thing. To be there for each other. يا ربي شنو قلت؟ النور النور والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. علم الله علم الله علم الله وبذات كلمات الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. علم الله علم الله علم الله وبذات كلمات الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علم الله علم الله علم الله وبذات كلمات الله. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عزيز يا كريم يا الله يا رب هاي لنا من أمرنا رشدا واجعلنا مؤونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا والنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت به أملي إلى رجائك وجسائنا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه وجل ثوابك وما سترني أبدا. يا رب هاي لنا من أمرنا رشدا وجل مؤونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا والنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت به أملي إلى رجائك وتسائلا ويدا وللرجاء ثواب أن تتعلمه فجر ثوابك ومسك لي أبدا يا ربي هاي لنا من أمرنا رشدا وجل مؤونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا والنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا ربي هاي لنا من أمرنا رشدا وجل مؤونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا والنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت العليم لقد وجهت به أملي إلى رجائك وجسائلا ويدا وللرجاء ثواب أن تتعلمه وجل ثوابك وما ستر لي أبدا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا وجل مؤونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا والنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت العليم وقد وجهت به أملي إلى رجائك وجسائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه وجل ثوابك وما ستر لي أبدا أمين بزي بسم الله والحمد لله والسلام صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا آمين آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية آمين 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 اللهم آمين آمين until you get lost in it. Now, how nice it is when I see, you know, that day you get lost in it. That I say, Alhamdulillah, here on Harar, everything is there. There is zikri. We are living in the fourth holiest city, so man, we are living inside the Quran. We are living inside mosques. That is our tradition. The Harari people domesticated three wild things. One is coffee. We domesticated coffee Arabica. The second thing is we domesticated hyenas. And the third thing is chat. So chat, it has, you know, it's like, you know, it's amphetamine B. It's just like, it's just stimulant. If you see the disadvantage of chewing chat, they have three disadvantages. One is that when you chew, you will sleep less. The second is that you will lose your appetite. And the third thing is that you will lose your, you don't have much of, you know, feeling of sexual feeling. You will lose this. And as a disciple who is going in a Sufi path, or who is trying to feel going in a Sufi path, he has to train these three things, or else he won't understand the thing. Salam la, salam la, Nabi salam la, salam la, salam la, Nabi Nur salam la, salam la, salam la, Ya Sayyidu salam la, salam la, salam la, Nabi Nur salam la, salam la, salam la, Ya Sayyidi salam la, salam la, salam la, Nabi Nur النور سلام له سلام له سلام له يا سيد سلام له سلام له سلام له نبي نور سلام له بسم الله بركاته يا سيدي سلام له سرت خانه ولقتها نبي نور سلام له سلام له سلام له يا سيد سلام له سلام له سلام له نبي نور سلام له سبحان الله والحمد لله يا سيدي سلام الله ولا إله إلا الله نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيد سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله محمد وددوني يا سيدي سلام الله اسودد والطلنا نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيد سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله محمد محمدا يا سيدي سلام الله إذا تخبلت ما قداها نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيد سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله محمد محمدا يا سيدي سلام الله زي رخب الكود نخني حمدا نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيد سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله نبي بسمي الله لا يا سيدي سلام الله الخلق الله مولاه نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيدي سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله الخلق الله مولاه يا سيدي سلام الله القبال قدر صلاه نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله الخلق تمسنا يا سيدي سلام الله الخلق يسقنا نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيدي سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله بالورد عثمان قبا يا سيدي سلام الله بالحزم بنحت غبا نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيدي سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله سيدهم للجالسة يا سيدي سلام الله نبي لوارثة نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيدي سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله ولفاطمة والنوى يا سيدي سلام الله جنة بيت باوى نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيدي سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيدي سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور سلام الله سلام الله سلام الله يا سيدي سلام الله سلام الله سلام الله نبي نور 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 سلام الله الله اكبر الله اكبر رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله The Nabi Garz, they are oral schools. Nobody has any paper around there. If you find a pen, you won't find any. And it is a school. So it is a unique oral school where religious knowledge is given. And it is always, all Thursday nights, it's there. You know, you spend one night, two nights with people, and you end up feeling, you know, trusting people, having more confidence, having, being more closer. So this is not, this you won't learn it, you know, even in personal work. This is so deep, this is so profound, it is not something on paper. The only thing it needs in those kinds of places is to be empty. Because everything, every creation is a sign from the Lord. And everything means something. That takes wisdom to understand what it is. And for this, without a group, by being alone is hard. And even the Prophet and Islam and everything showed us living in groups, not together. Because you share, no? You take and also you give whatever you know. Even if you know a little portion, you give even one word, you should convey it. Even if it is one word. You see, normally we don't make a dhikr of 4 minutes. It goes like 40 minutes. It's like a study, And even we say it, these type of things, we say it darsi, which means lesson. It means lesson. We do the first part, they finish it. We do the first part, they finish it. So they should not know it like, Okay, after this is this one, is this one. So they should only know when we say this, they should know what comes at next. We repeat the thing 3 times, just like in school. If you want somebody to make memorize a phone number, at least you tell him 3 times. Okay, when he knows 3 times, then he won't forget it, at least for the next time. So this is how it is. Because zikr means remembrance. Zikr literally means remembrance. Remembrance of Allah and the Prophet. And your soul needs that. The soul, to be alive, needs something which has come also from him. So when a heart gets far away from zikr, from remembering, it gets darker. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر. This is unexplainable, you know what I mean? It is unexplainable because now love's nature, you know, love only can demonstrate. How it makes you drunk. And you go there, you are like that, and you feel at the end of the night that you don't want to get up for 300 years. You want to be there, you want to have that state all. For just 300 years, you would be happy.